كده منظر اكلنا النهاردة يا حبايب قلبي، ايه رأيكم في الجمال ده؟ جمال مفيش بعد كده، اكل على قد ايدينا بس روعة. يلا بينا نبدأ الحلقة مع بعض. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده محتاره بقى ومش عارفه اعمل ايه، والاولاد جم من المدرسه ومحتاره. قلت هعمل برنجان شقته من الجنب. مش هطول عليكم الفيديو. وهنا فلفل اخضر، وهنا هنعمل الدقه بتاعتها فلفل اخضر وتوم والبهارات، وهنعمل شويه ملوخيه. دي كوبايه ملوخيه ناشفه، ودي الصلصة بتاعتنا. ويلا بينا على البتوجات. بيتين من الشوربة، الشوربة مجمدة عندي يا حبايب قلبي. والزيت بتاعنا هنقلي في البرنجان. البرنجان ده برنجان مضحك، لازم تشقوه من الجنب كده. الدقة في الكبة، هننزل بالثوم وفلفل اخضر وفلفل احمر، كله في الكبة. وناخد معلقة صغيرة كده، صغيرة خالص، هنحطها من البهارات المشكلة بالملح. هنعصر الليمونة، الليمونة على الدقة الجميلة بتاعت البرنجان يا حبايب قلبي، ونضربها في الكبة ونرجع لك. الزيت بتاعنا سخن يا حبايبي، هننزل بالبرنجان. بتاعتنا اقول لك يا حبايب قلبي، هننزل عليها بالصلصه. الصلصه دي التومه، والبرنجان بتحمر على النار مع نفسه كده. كده شوربه الملوخيه يا حبايبي، فمحتاجه ملح. هحط لها معلقه ماجي، مكعب ماجي، بيطعمها جدا. وهننزل بكوبايه من الملوخيه. ازاي كفايه وما بتغطهاش؟ الملوخية الناشفة دي انا بحبها، انا الخضرة سبحان الله. انا لسه بحب اهدي عليه النار ويستوى، لان ما بيشربش زيت عشان هو بيشرب. نعمل الدقة بتاعتنا، ناخد معلقتين من الزيت بتاع البرنجان، وهنعمل بهم الدقه بتاعه الملوخيه. الزيت سخن، وهنعمل منهم ايه؟ دقه الملوخيه. الزيت سخن يا حبايبي، هننزل بمعلقه ثوم مهروسه. دي اصغر حلة عندي للملوخية، لشربة الخضار بتبقى حلوة. شربة الخضار والملوخية يا حبايب قلب، اصغر حلة في الطبق. هذا البرنجان مش هنطلعه لما يكون مستوي. ما بيخش كتير في النار يا حبايب قلبي، والله جميل. وهنكون محضرين ورقة بصف عليها اي حاجة في الزيت. وهنا التومة بتاعتنا احمرت بتاعت الملوخية، هننزل بمعلقة كزبرة. في ملوخية يبقى فيه توم يبقى فيه كزبرة. معلقة الكزبرة دي زيناية، هنشوحها نطلع الريحة بتاعتها. هننزل دلوقتي بالملوخية. وهنكون مغطيين عليها، وهنصف عليها
ونغطي عليها مباشرة. هنطلع مع بعض بقى البرنجان. البرنجان بتاعنا احمر يا حبايبي كده. البرنجان بتاعنا استوى. نطلع على ورق كده او مناديل عندك، بس انا بحب الورق، بيشرب كتير الزيت الزيادة. هنصفيه وننزل بالفلفل بتاعنا. لازم نشقه بالسكينة من الدم عشان ما نفرقعش. بنشق شقة بسيطة كده كده يا حبايبي. الدقة بتاعتنا حطيت عليها معلقة خل يا حبايبي، ما كنتش قلتها ونسيتها. حطيت عليها معلقة خل. هنحشي بقى لها البرنجان. الدقة بتاعت البرنجان دي جميلة قوي. وكده شكل اكلنا النهائي على قد ايدينا، بس جميل والله العظيم. الملوخية ريحتها جايبة اخر الدنيا، والبرنجان، وحطيت الدقة على الفلفل وطماطم بخيار، والبصل هنا بخل وليمون، ومعلقة ملح صغيرة خالص. ايه رأيكم في الفيديو بتاعنا؟ ولو عجبكم منسوش تعملوا لي تعليق حلو منكم، والاشتراك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.